في دخل هيدخل في الجهاز معانا كابتن عماد فاروق، كابتن عماد فاروق بتاع نجم، الفولي ايوه النجم بتاع الطايره، هيدخل في جهاز النادي الاهلي، هيدخل في جهاز النادي الاهلي. ايه بقى دوره؟ هو معاه دكتوراه في علم النفس الاجتماعي والرياضي، وعنده مراكز في هذا التخصص، ما شاء الله. وقعد مع كولر والراجل اه كان مبسوط من شخصيته. كويس. وانا قعدت مع ناس قبل كده، بس ليا تفضيل لعماد فاروق ايوه. عن الاخرين، مش في الكفاءة بس، لان نعم. انا احب لما اتكلم في ناحية اكاديمية تبقى انت مارستها عملي. نعم. يعني زي مثلا خريج تربية رياضية، واحد ما كانش لاعب كورة او لاعب كورة خريج تربية رياضية، نعم. فبتلاقي الفعل بتاعه في التنفيذ في العلم بتاعه افضل، يبقى عنده الحساسية بتاعت يعني ايه رياضي، ايوه. يعني ايه توتر ماتش، ده هو مارسها عاشها في حياته، نعم. غير لما بقى انا درستها بس، ايوه. انت الاكاديمي فاهم؟ غير العملي. الاكاديمي على عيني وراسي، بس نسبة الفايدة بتاعته اقل لو من اكاديمي اللي وعملي يبقى افضل، يعني جمعنا بين الحسنيين ايوه يعني. تمام، نعم. ايوه انا بفضل دي. هيبدأ من امتى؟ يعني المفروض بعد ما نخلص ماتش العين هنبدأ ننظم، يعني القعدة حصلت والاتفاق بقى على نظام الشغل بقى عامل ازاي، هيبقى من بعد ماتش العين ان شاء الله. وكولر قلت لي معجب بيه. ما انا هجيبه مش غصب عنه، يعني هو الراجل قعد معاه ومقتنع بيه وعاجبه يعني.